البحرين التي تشهد ثورة شعبية منذ أكثر من 3 سنوات تتواصل فيها الاحتجاجات ضد الحصار المفروض من قبل قوات النظام على المنطقة المعروفة بمثلث الصمود، وهي بلدات السنابس وجد حفص والديه. مكانكم ليس هنا، فترحلوا عن أرضنا. ففي مساء أمس نظمت العديد من المناطق تظاهرات حاشدة، وذلك احتجاجا على الحصار المفروض على بلدات السنابس وجد حفص والدئه، وللمطالبة بخروج قوات الاحتلال السعودي والإماراتي من البحرين. ورغم التعزيزات الأمنية الكبيرة والمتنوعة التي تواجدت في أغلب المناطق إضافة إلى الميليشيات المدنية المسلحة، إلا أن ذلك لم يمنع الجماهير من الخروج للشوارع، وهو ما اعتبره مراقبون انتصارا للإرادة الشعبية على سياسة المقاربة الأمنية التي تنتهجها السلطة. المتظاهرون رفعوا خلال تظاهراتهم شعارات تطالب برفع الحصار عن بلدات مثلث الصمود، والتأكيد على ضرورة خروج قوات الاحتلال التي شاركت في قتل وتعذيب وقمع المواطنين، مشددين على استمرار الثورة حتى تتحقق المطالب العادلة والمشروعة، وأن القمع والترهيب لن يثنيهم عن الاستمرار في معركتهم العادلة.